أحسن الله إليكم. هذا الأخ سوداني ومقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من وضوئنا من لحوم الإبل؟ وما هو اللحم الذي نتوضأ منه مثل الكرش والمصارين وغيرها بخلاف الظأن والماعز والبقر؟ الحكمة الله أعلم بها، إننا نمتثل الأمر وإن لم نعرف الحكمة. قد جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، الحديث الصحيح، يلزمنا الوضوء من لحوم الإبل عند الصلاة، وإذا أكله وهو على وضوء انتقض وضوءه، يلزمه الوضوء. واللحم في اللغة يطلق على ما عدا لحم الجوف من المصارين وكبد، ولأنك لو وكلت من يشتري لك لحما شرى لك من كبد أو من الأمعاء لم ينفذ الوكالة. اللحم إذا أطلق يشمل اللحم المعروف. ومن العلماء من يرى أن نقض الوضوء يشمل كل ما أكل من الإبل، حتى ما كان من أمعائها وكبدها. نعم، أحسن الله. إذا توضأ من هذه الأشياء احتياطا، يعني من الكبد ومن الأمعاء، إذا توضأ من باب الاحتياط فحسن. نعم، قل بخلاف الظأن والماعز والبقر الشيخ. أما الظأن والماعز فليس عنها وضوء، لأنه لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال: لا، لحوم الغنم ليس عنها وضوء. نعم.